في الجلسة بين السجدتين، بعض المصلين ربما يرفع ركبته أثناء هذه الجلسة، هل يؤثر ذلك على صحة الصلاة؟ الصلاة فيما يتعلق بالجلسة بين السجدتين السنة فيها أن يجلس على رجله اليسرى مفترشا وأن ينصب رجله اليمنى، ينصب قدمه اليمنى، فيكون في جلوسه معتمدا على رجله اليسرى ناصبا قدمه اليمنى، هذا هو السنة، وأن تكون يداه على فخذيه إما على أطراف فخذيه أو يلقيمهما ركبتيه، هذا هو السنة في صفة الجلوس. فلو خالف ذلك بأن جلس وقد رفع ركبته بمعنى أنه جلس على رجل ونصب الأخرى، أو أنه جلس متربعا أو ما إلى ذلك من الصفات المخالفة للافتراش الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون قد خالف السنة. فإن دعا إلى ذلك داع، كان يكون في قدمه أو في ركبته أثر يحتاج معه إلى تغيير الهيئة، فلا حرج في ذلك. نعم، صلى الله عليكم شيخنا الكريم.